على القراءة والكتابة، على كل ما تعلمت منه. نعم علمت. وزير الدولة في الشهرية، وفي ألمانيا
رفع القضاة والمحامون ورجال الدولة المناصب العليا للوزيرة أنجيلا ميركل عريضة تتضمن أن ترفع أجورهم مثلما ترفع المستدى المعلمين، فقالت لهم لولا المعلمون لما أصبحتم في هذه المناصب السامية، فما عليهم إلا أن تراجع. إذن المعلم له قيمة عظيمة يجب أن يسترجعه، وهذه رسالة السادة المعلمين. هل هذه القيمة التي فقدناها نحن السبب الرئيسي في فقدانها، أم أنها انتزعت منا؟ يجب أن نرجع تلك الهيبة وذلك الاحترام. وهنا السادة الزملاء أمامي، في زمن مضى كنا نغير الطريق الذي يمشي فيه المعلم خوفا واحتراما وهيبة، صح ولا لا؟ يجب إذن أن نحترم المعلم ونوفيه حقه. ولذلك لا أطيل عليكم، هارون الرشيد بعث ابنه الإمام الأصمعي ليتعلم، فوجد الإمام الأصمعي يريد أن يتوضأ، وابن هارون الرشيد وهو خليفة المسلمين يعني تقريبا ما بين قوسين الكرة الأرضية تحت سلطانه، وجد ذلك الطفل ابنه يسقي سيده الماء، يصب عليه الماء في الإناء، فقال: ما لهذا بعثت فيكم؟ إنما بعثت هناك مؤدبا ومعلما. طبعا قد ينطبع في بعض العقول أن هارون الرشيد اختار أو ما بين قصرين معلمش الحال، كيفاش ابنه يصب الماء على الأصمعي؟ فتدرون ماذا قال له؟ قال له: إنما بعثته لك لتعلمه وتؤدبه، لا أن يسكب عليك الماء. هكذا إنما يسكب عنك الماء بيده اليمنى ويغسل رجلك بيده اليسرى. انظر قيمة المعلم، ما أدراك ما المعلم. وقد قال أحمد شوقي في ديوانه الشوقية قصيدة عن المعلم: واجب المعلم، وعدد أبياتها 66 بيتا، مطلعها قول المعلم وفيه التبجيل: كاد المعلم أن يكون رسول. وفي زمن مضى كما يقول المفكر عبد الوهاب: كانوا يبعثون بأبنائهم وفذلات أبنائهم المدرسة ويقولون للمعلم: لك اللحم ولنا العقل، لك اللحم ولنا العقل، يعني هذا ولدي واضربه، أدري قريه ما تحصلوش أحلى مطلقة. ولا داعي لأن أذكر ما يحدث الآن وما يقول إليه المعلم لما يؤلف به أو يعاقبه بالمحاكمات، ويعني أمور لا داعي إليها. أشدد شكري فقط لأولياء الكرام، ولا أنسى فقط أن أخرس في نفوسكم أيها الأبناء أن تعرفوا السادة المعلمين بأسمائهم وصفاتهم حتى ومقر سكنهم كما يحب في اليابان، يعني المعلمين تلاميذ عفوا المعلمين ويسكنوا وكيف عايشين ويتبادلون معهم السيارات. في هذه المناسبة أنا لا أبدر نفسي أو أفتخر، أنا مثلا في مدرسة الشرقية في الصفور درسني في السنة الأولى ابتدائي عبد الله عمرو رحمة الله عليه، درسني في السنة الثانية ابتدائي إسماعيل الشيخ رحمة الله عليه وكان رئيس مكتب الثقافة والرياضة، ثم غادرنا فجاء السيسيتوني فطال الله بعمره، ثم جانا عيسى إبراهيم، ثم جانا محمد طاهر روح في رحمه. السنة الثالثة درسني قامة من قامة العلم وهو حاضر معنا، السنة الثالثة الشيخ سعودي عمار، في السنة الرابعة درسنا بالوضع عيسى وزينا الصيرة في الفرنسية، في السنة الخامسة جاءنا لسعودي عمار، درسنا السنة الخامسة كنا من أنجب التلاميذ ومجتهدين. صوروا الآن بعد هذه العمر بعد هذه الفترة نزلت تعرف المعلمين تو، صح ولا لا يا أولاد؟ لأنهم كانوا يربوننا بالسمت والأخلاق والانضباط. أرجو فقط أن تحترموا السادة المعلمين، ولا شك أن مدرستنا وتلاميذتنا الحمد لله كما يقولوا بالرومية سبولي نزورنا كاليتي تاع ليزيلاف، عندنا الجودة وعندنا النوعية، حتى أن النتائج تاع المدرسة يشهد بها القاصي والداني. ولهذا السبب أردنا بهذه المناسبة لا أطيل أن نكرم السادة المعلمين كما نص عليه المشهور سيد مدير التربية الوطنية التربية بالمسيلة على تكريم السادة المتحصلين على أعلى النتائج في امتحانات رسمية
فقد حققت مدرستنا نتيجة 100% 2016-2017 وحققت نتيجة 100% 2015-2016 بأعلى معدلات 89-79-69-59-39. وفي كل مناسبة نقيم حفل نقرب به هؤلاء التلاميذ هم مشكورون. أردنا فقط في هذه المناسبة التي حضر معنا يعني الحقيقة نحن سعداء حضروا معنا رجال الشرطة حضروا معنا السيد المفتش ونشكر على هذه المؤسسة المضيافة وعلى المجهودات التي يقدمها والنشاط الذي أثاره سيدنا المؤسسة. ونرحب أيضا بالسادة الأولياء وبأبنائنا الطلبة. ما أثار فيه هو سؤال لأبناء الطلبة في هذه المناسبة الغالية على قلوبهم. شكرهم قلوب الحمد لله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أكرم خلق الله قاطبة سيد الأولين والآخرين. امتثل أمر ربه. نحضر على من هنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ امتثل أمر ربه. فكان خير معلم علم من الجهالة وهدى الله به من الضلالة. أمر بالعلم أمته فقال: العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال: تعلموا من المهد إلى اللحم. فأنزل الله عليه سورة القلم إعجازا وتعظيما لشأنه. وبعد، إخواني المعلمين، أخواتي المعلمات المحترمين، يطيب لي في ذكرى يوم العلم أو في ذكرى يوم المعلم بأن أصدر كلمات شكر وتقدير وعرفان لكل معلم ومعلمة. معلم أمين يفني عمره في تعليم أبناء أمته ووطنه العلم النافع والمعرفة الجامحة ليزيل عنهم صدف الجهل ويبصرهم بنور العلم. أخي أختي، إخلاصكم وتفانيكم يجعلكم مثالا يحتذى به وهديا يرتجى به. نسأل الله في الأخير الإخلاص في القول والعمل والخلاص في الدنيا والآخرة. شكرا. Thank you.
الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديت النور المبين سبيلا. أرسلت بالثورات موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. وإذا المعلم لم يكن عدا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا. وإذا النساء نشأنا في أمية مع الرجال جهالة وخمولة، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هلم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. شكرا.
منا ما هو شعورك وانت تكرم من طرف تلميذ مدير؟ ها؟ ما هو شعور تاك؟ قالك ما هو شعورك وانت تكرم من طرف تلميذ مدير؟ أنا سعيد جدا. شيء يوم لا ينسى. ان شاء الله ربي يفرحك. واش تقول في نهاية في هذا المقام الطيب توجه في الشكر الجزيل خدمة مبروك استعاون استهلاكية لعمة التربية جاي معلم خلينا وهو زميل معلم طلقة فاضي أشهد له بقصد الصدق في هذا المجال أشكره على هذه الهدية القيمة بارك الله واش تقول للمعلمين الكل توجه بهذه الهدية اللي ما مش حاضرين أن يعني يحسن نيتهم لله عز وجل وأن يبذلوا قصارى جهدهم ولا يضيعوا فرصة في تطويرهم المهني والبحث عن المستجدات العلمية. بصح ذكر أنا في عيد لا قلنا على الخدمة هدرنا على حاجة أخرى. ينبغي أن نبارك له في هذه المناسبة الطيبة وشكرا للجميع. وأنت يا؟ وأنا أقول بك المعلم المرحوم فخور ترويش معلمي ومعلمي يزيد عني كل خير. يا رائدي يا ملهمي يا صاحب الفضل الكبير إيه. ربيتني علمتني أخرجتني من ظلمتي فلك الشكر والتقدير وشكر سحمد وسحمد وش تقول سحمد بالمناسبة هذه وش تقول يطيب لي باسمي الخاص وباسم ونيابة عن أعضاء مكتب الجمعية لولاية تمثيلة أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لكل معلم مخلص أفنى زهرة شبابه في تربية وتعليم النشأ. شكرا أستاذة بربيت وش تقولي بالمناسبة هذه المناسبة شكرا هذه المناسبة نحيي يوم المعلم ويوم ربي ونقول له عشت دوما محترما أنيقا احترمت الأهمية وعطاك ربك حقا قبلنا. أستاذة بينها سمعت تقول باللي الوالدة تاعك كانت تخدم هنا ولا كيف؟ كانت معلمة ثم مديرة في هذه المؤسسة من سنوات عدة وبعد أنا تتلمذت في هذه المدرسة أيضا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سيدي المفتش سي بكري وش تقول بالمناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا يسعني إلا أن أشكر الطاقم الإداري والتربوي لهذه المدرسة الذي أشرف على إحياء هذه الذكرى وهذه المناسبة العزيزة وبالمناسبة
تقدم عبرك وعبر الفضاء كاميرا بالشكر إلى أساتذتي معلميك معلمي عبر مختلف المراحل والأكبر. شكرا 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 لك سي بارك الله في سي مختار على النفته الطيبه هذه واللي جمل الاولياء وخرجنا من الروتين والحمد لله يعني احتفال ما شاء الله. انت شكون؟ انا عريوه مخلوف ولي امر تلميذ عريوه ياسين. الله يبارك. وانت سيدي وش تقول؟ لفته طيبه وهذا اقل ما يقدم للمعلم في هذه المناسبه الكريمه. نقدم بالشكر الجزيل للطاقم التربوي اللي قائم بالمؤسسة هذه اللي عندها يعني دائما خرجات مميزة. الله يبارك. ربي يبارك فيهم إن شاء الله وربي يوفقهم ويسدد خطاهم إن شاء الله. شكرا لك سي فريجة. وانت سيدي وش تقول؟ حباسي صالح. ولي التلميذ حباسي عثمان أمين. الله يبارك. وش تقول؟ وش تقول؟ الحمد لله خويا نشوف حفلات كيما هذو صح يعني يعاودوا يرجعوا يحيوا امجاد الماضي. يحيوا امجاد الماضي. السلام عليكم سيدي. اهلا استاذي. وش تقول استاذك بيوم الاحتفال بيوم المعلم؟ يا خويا قم للمعلم وفيه التفجيله. اسمع هذا المعلم ان يكون راسه.